تسببت القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على القدس والتي تشددت بعد الحرب على غزة في أضرار اقتصادية كبيرة على المقدسيين. فمنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي تشهد القدس ظروفا استثنائية من حيث كثافة القيود والحواجز الإسرائيلية، وأغلق نحو 30% من المحال التجارية بسبب التضييق والمخالفات الإسرائيلية، كما سرح كثير من عمالهم وطرد طلاب من جامعاتهم بتهمة التضامن مع غزة. ومع حلول عيد الفطر غابت الأجواء الاحتفالية في المدينة مع استمرار الحرب، ويقول تجار في البلدة القديمة إنهم يعانون من تراكم الديون وإن الدخل لا يفي باحتياجاتهم. ويعتمد الاقتصاد على القدس في القدس الشرقية بشكل أساسي على قطاع الخدمات، في حين تضررت التجارة والسياحة بشدة بسبب الاضطرابات الأمنية والقيود الإسرائيلية المشددة. المزيد من التفاصيل في العرض التالي. من جانبه قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مقابلة مع الجزيرة إن ممارسات الاحتلال متعمدة للتضييق على التجار في البلدة القديمة. عدد المحلات تقريبا صار الضعف المغلق، يعني يمكن ثلثين المحلات في داخل البلدة القديمة هو مغلق، لأنه جزء كبير من أصحاب هاي المحلات اضطر أنه يشتغل بقضايا أخرى للحفاظ على المحلات طبعا. وهي يعني هاي الامور هي امور مدروسه ومخطط لها بشكل كامل. يعني اليوم مثلا البلده القديمه الدخول لها مش شغله سهله، يعني لازم يبين انه صاحب محل ويبين انه ساكن في جوا البلده القديمه. واضاف الحموري ان ما يعرف بالمداهمات الضريبيه تستخدمها اسرائيل كاسلوب للضغط على اصحاب المحال التجاريه. طبعا يعني معروف انه جزء من الضغوطات اللي موجوده على المقدسيين والموضوع الاقتصادي، يعني الضرائب اللي مفروضه على المقدسيين هي ضرائب بنهايه المطاف ضرائب سياسيه، يعني ما لها علاقه بالضرائب، لانه طريقه التحصيل اللي حضرتك ذكرتها طريقه التحصيل هي طريقه احتلاليه بكل معنى الكلمه معنى. تتواصل في إسرائيل ردود الفعل بعد قرار تركيا تقييد صادرات إلى تل أبيب إلى حين وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب صحيفة كالكلست الإسرائيلية، يقدر المصنعون ومستوردو المواد الخام لقطاع البناء أن ترتفع أسعار المواد ما بين 5 إلى 10%. ويعزى سبب الارتفاع المتوقع للأسعار إلى زيادة تكاليف الاستيراد من مصادر بديلة. وقدر رئيس اتحاد البناء والمستهلكة التابع لجمعية المصنعين أنه سيكون هناك نقص في المواد الخام على المدى القريب مثل الألومنيوم والصلب والأسمنت ومواد التشطيب، وأوضح أن النقص سيتم تعويضه بالاستيراد من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليونان. ويعاني قطاع البناء الإسرائيلي أصلا من النقص الحاد في العمالة بعد منع آلاف العمال الفلسطينيين دخول إسرائيل بعد الحرب على غزة. تراجع نشاط القطاع ب40% خلال العام الماضي مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مبيعات الشقق، ومن المتوقع أن تصل نسبة زيادة الأسعار إلى 15% في مجال منتجات السيراميك والأدوات الصحية، وذلك بسبب القيود على الصادرات التركية.
واصلت اسعار النفط ارتفاعها اليوم الثاني على التوالي مع تصاعد التوتر في الشرق الاوسط، وتخشى الاسواق من اضطراب في الامدادات من المنطقه وتعثر محادثات وقف الحرب على غزه. ياتي هذا بعد استشهاد 3 من ابناء رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه وعدد من احفاده. وتخطى سعر مزيج برنت 90 دولارا للبرميل وسط مخاوف من ان يشهد استمرار الحرب تورط دول اخرى في المنطقه خصوصا إيران، وهي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. هناك عوامل أخرى أدت إلى زيادة الطلب العالمي على النفط منذ مطلع العام الجاري، تقدر الزيادة بمئة ألف برميل يوميا. ومن أبرز العوامل تغيير مسار السفن عبر رأس رجاء الصالح بسبب التوترات في البحر الأحمر. هذا الأمر دفع أسعار النفط إلى الصعود، إذ ارتفع سعر خام برنت القياسي بقرابة 17% منذ بداية العام. كذلك الحال لخام غرب تكساس الأمريكي الذي أيضا صعد بقرابة 20% خلال الفترة ذاتها. هذا وتزداد أهمية رأس الرجاء الصالح لشركات الشحن البحري بسبب التوترات في البحر الأحمر. ارتبط رأس الرجاء الصالح بالبحار البرتغالي فاسكو دي جاما الذي اكتشفه عام 1498 خلال بحثه عن طرق بديلة للاتجاه نحو الهند. ويقع الممر جنوب غرب دولة جنوب أفريقيا ويبعد مسافة 140 كيلومترا عن مدينة كيب تاون. زادت أهمية هذا الطريق البحري بسبب التوترات الجارية في البحر الأحمر مع تحويل مسار 1433 سفينة إلى رأس الرجاء الصالح خلال أول شهرين من العام الجاري. وفقا لصندوق النقد الدولي ارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنحو 74% فوق مستوى العام الماضي. شركات الشحن البحري اختارت هذا المسار البحري اضطرارا، رغم أنه يكبدها تكلفة إضافية تبلغ نحو مليون دولار لكل رحلة، وتستغرق رحلة السفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا 10 أيام إضافية على الأقل خلال عبورها رأس الرجاء الصالح مقارنة بالمرور عبر قناة السويس. هذا واتخذت شركات الطاقة العالمية إجراءات لتفادي مرور سفنها المحملة بالنفط والغاز والمنتجات المكررة بالبحر الأحمر. العرض التالي يرصد بعض هذه الإجراءات. بدأت روسيا تصدير وقود الديزل إلى السودان بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. ونقلت وكالة رويترز أن البيانات أظهرت أن ناقلتي وقود سلمتا نحو 420 ألف برميل من الديزل في ميناء بورت سودان في الثاني والخامس من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يتم تفريغ حمولة سفينة أخرى في 17 من هذا الشهر. وحولت روسيا إمدادات الديزل إلى البرازيل وتركيا ودول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وذلك بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية منذ أوائل العام الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن محللين أن السودان يحتاج إلى نحو 45 ألف برميل يوميا من الديزل لتلبية الطلب المحلي، وتستورد البلاد ما يصل إلى 420 ألف برميل شهريا معظمها من السعودية والإمارات، وبلغ إجمالي شحنات وقود الديزل قرابة 700 ألف برميل خلال الشهر الماضي وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. نهاية فقرتنا الاقتصادية، شكرا لكم وعودة لمتابعة بقية الأخبار. إلى اللقاء.